بحلقة اليوم من فلمنجي رح نحكي عن السينما العربية اللي ممكن ما تكون أخذت حقها وبيعتبرها كتير ناس إنها مش بقوة السينما الأجنبية، ولكن أكيد هي رائعة جدا. بداية حنبلش مع الفيلم المصري الشيخ جاكسون. الشيخ جاكسون هو فيلم عن مراهق وبيفقد والدته وهو صغير وبيعيش مع والده العنيف اللي بيشوف إنه القوة هي الوسيلة الأفضل لتربية ابنه. طبعاً بيجبره على أنه يمارس رياضات عنيفة، لكن ما بتزبط معه لأن المراهق دودة بيتهرب من عنف أبوه وبيعيش في عالم خيالي صنعه لنفسه، وبيعيش قصة رومانسية حالمة بيرغب في بنائها مع زميلته بالمدرسة. الفيلم بيحكي لنا هاي التفاصيل وبعدين بنقلنا بالزمن لحتى نشوف شو كانت اختيارات المراهق وكيف أثرت على حياته. الفيلم هذا من بطولة أحمد الفيشاوي وأحمد مالك وماجد الكدواني ومن إخراج عمرو سلامة المبدع. الفيلم كتير حلو، بيورجينا قديش السينما المصرية مهمة وحلوة ولطيفة، فصراحة بنصحكم كلكم تحضروا. فيلمنا الثاني هو الفيلم الفلسطيني إن شئت كما في السماء، إخراج العظيم إيليا سليمان، اللي بياخدنا في رحلة عميقة وفلسفية في تفاصيل القضية الفلسطينية. طبعاً شخصية إيليا أو الفيلم خلينا نحكي عبارة عن رحلة إيليا نفسه من الناصرة لباريس لنيويورك ليلاقي تمويل لواحد من أفلامه. هالفيلم أبعد ما يكون عن فيلم الحبكة، يعني ما بيحتوي على شخصية رئيسية وهاي الشخصية تمر بتغيرات وتأثر في الأحداث لأنه أصلاً ما في أحداث. شخصية إيليا هي عبارة عن مراقب لمشاهد منفصلة ولوحات فنية صنعها ليعبر بطريقة تهكمية عما يحيط فيه من شخصيات وأماكن وأحداث. هذا الفيلم يصنف ككوميديا سوداء، من خلالها إيليا بيورجينا القضية الفلسطينية وكيف أثرت على مجتمعه المحيط، وبعدين بنتقل فينا ليورجينا نظرة العالم للقضية بعد أكثر من 70 سنة على الاحتلال. بنصحكم أنه تحضروا لأنه رح تستمتعوا فعلا، ترشح ل14 جائزة أخذ 3 منها. فيلمنا الثالث هو غزة مونامور. الفيلم بيحكي قصة حب لطيفة بين أرملة ورجل في 60 من عمره بيعيشوا في مدينة غزة. ببساطة الفيلم بيحكي لنا أنه الحب ما زال هو الشيء الوحيد الممكن في ظل عالم بيحكمه الجنون. الفيلم خلال قصة الحب هاي بيعطينا نظرة على اللي وصلت له غزة، سواء من تفاصيل الحياة اليومية اللي بيعيشوها الناس بشكل عام إلى التفاصيل الصغيرة اللي بتأثر على حياة الأفراد. الفيلم فلسفته بسيطة وهادية، ما فيها ألغاز كتير، ولكن فيها صورة جميلة لقلب المواطن الفلسطيني اللي تعب من الحرب. الفيلم من بطولة هيام عباس اللي بتأدي دور المرأة الفلسطينية اللي قلبها نقي وما زال بينبض بالحياة، وبشاركها بالبطولة سليم ضو اللي أول مرة بيعمل دور بطولة في فيلم، وقدم شخصية ولا أجمل صراحة، شخصية بعمر 60 ولكنها مليئة بالرومانسية وحب الحياة خلال كل الحروب اللي مرت والأوضاع السيئة اللي بيعيشها قطاع غزة. غزة مونامور فيلم خفيف وممتع، ما في ولا لحظة ملل، وعلى المستوى الفني فهو فيلم مبهر. الموسيقى التصويرية عظيمة جدا، ممكن تنسمع لحالها حتى. الفيلم كان التجربة الإخراجية الثانية للتوأم طرزان وعرب ناصر، وقدروا من خلاله انهم يأكدوا على حبهم للسينما وإتقانهم كمان إلها. الفيلم ترشح لعشر جوائز وأخذ 4 منها. طبعا كثير بنصح بفيلم غزة مونامور لأنه رح يخلي سهرتكم ممتعة جدا وكثير حلو كمان نستمتع بإنتاجاتنا العربية الحقيقية. Du wärst einverstanden? Wieso nicht?